بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة العالمين. ازاي اخد كل يوم اكتر من 1000 مليار حسنة بدعاء يسير جدا؟ ده غير كمان ان ربنا سبحانه وتعالى هيقيد لي ملائكة تدعو لي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، والحديث حسنه الامام الالباني وصححه الهيثمي، وقال عنه الهيثمي سنده جيد، أن قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كتب الله، وده طبيعي، لأن كنت لما بتدعو المؤمن بظهر الغيب وتقول اللهم اغفر لأخي فلان، أنت أحسنت إليه. والدعاء بظهر الغيب في يعني أخلص وأوقع في القبول من الدعاء المؤمن نفسه، أو أنك أنت تدعو له وهو حاضر يعني بجانبك. فالدعاء هنا، فأنت لو قلت دعاء جامع اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أصبت كل مؤمن ومؤمنة على وجه الأرض، في الأقل من أن يعطيك الله سبحانه وتعالى بكل مؤمن حسن، والحسنة بعشرة. يبقى دلوقتي أنا عندي مليار و300 مليون مسلم، هاخد مليار و300 مليون حسنة، 10 يبقى 13 مليار حسنة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ربنا يضاعف لمن يشاء. يبقى لكن عندي 13 مليار حسنة، لو أنا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات دي 10 مرات بعد كل صلاة على سبيل المثال، ولا يسأل، مش هتاخد مني 30 ثانية أو 20 ثانية، هاخد 130 مليار حسنة. ولو أنا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أصبت الأحياء والأموات، يبقى شوف بقى 130 مليار دي تبقى كام؟ يعني الله أعلم عدد الأموات من عهد أبينا آدم حتى عهدنا هذا. لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، أصبت كل المؤمنين الذين سيأتون من بعدنا حتى تقوم الساعة، ودول بقى الله أعلم عددهم. يبقى مش هتحصل، يبقى ممكن تاخد، يعني ممكن تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وفي وسطهم واحدة كده ولا اتنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، هتحصل أكتر من 200 أو 300 مليار حسنة في نص دقيقة، يعني أكتر من 1000 مليار حسنة يوميا. ده غير ما لا يحصى من دعاء الملائكة لك، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقيد الجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى يقيد لك ملكا يقول لك: ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل. وهذا يكون أوقع في قبول الدعاء، لما يكون الدعاء من قبل ملك يكون أوقع في القبول، وبالتالي حققت كم كبير جدا من المغفرة، لأن الملائكة بتدعو لك، وهذا أوقع في قبول التوبة والمغفرة لك أيضا، لأن أنت دعيت للمؤمنين كلهم على وجه الأرض. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا يعني إنكار الذات وترك الأسرة والأنانية، بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ترك الأنانية والأسرة، يعني لأن أنت لما بتدعو كل المؤمنين وتكسر مضاعة لكل المؤمنين، فأنت بتؤسر هؤلاء المؤمنين على نفسك، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويعطيك نفس الذي يعطيه المؤمنين وأكثر. ولحتى بعضكم الحديث ده تحت الفيديو بالسند بتاعه، يا ريت تنسخوه وتنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، ويا ريت كل واحد منا يكون له ورد من اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، تقوله وانت مستحضر النيه، تقوله وانت مستحضر النيه: ومن قال من عمل عملا يحتسب اجره عند الله فهو حسبه الله عند الله. فانا لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 10 مرات 20 مره 30 مره على عقل الاصابع، وانا مستحضر النيه عشان اخد الاف المليارات من الحسنات، ربنا سيعطيني الاف المليارات من الحسنات. اهم حاجه استحضار النيه. اقول قولي هذا، استغفر الله.